حياكم الله مشاهدينا الكرام أو في برنامج لآلة الاتحاد، كما عودناكم دوما على استضافات ناجحة ومتميزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ضيفي الدكتور عبد الحميد الصفرة، أخصائي علاج جذور الأسنان وعلاج الأسنان، وأيضا مدير مركز بوليفارد الطبي. تابعوا معي قصة النجاح اليوم في لآلة الاتحاد. أهل العزم بدو وحضر، كانوا على غيص وسيف، ناس يشدبها الظهر والطيب يجزونه بطيب، وفي عيالهم يجنى الثمر ما بين طيار وطبيب ومهندس ينتج فكر ويطور العقل اللي بيب. العصب أصبح له مقر ويضخ من حاب جانبي. تقدم على الموت الحمر وترهي على الوضع الصعيب، منهم مثل سحب المطر والأي محتاج الثيب، وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب، وأهدافنا فوق القمر بالعلم والرأي الصويب. حياكم الله مشاهدينا الكرام أو في برنامج لآلة الاتحاد، كما عودناكم دوما على استضافات ناجحة ومتميزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. في رحلتنا عن البحث عن قصص النجاح اليوم نحن في إمارة أبوظبي. ضيفي لليوم الدكتور عبد الحميد الصفرة، اختصاصي علاج جذور الأسنان وزراعة الأسنان. نتحدث اليوم عن قصة نجاحه داخل الدولة وعن بوليفارد ميديكال سنتر. أهلا دكتور. أهلا وسهلا بكم، شرفتوا، يا أهلا ومرحبا. بداية برحب حضرتك دكتور عبد الحميد الصفرة معي اليوم في برنامج لآلة الاتحاد، والبداية تكون نتعرف عن شخصك الكريم لجميع متابعينا. أنا دكتور عبد الحميد الصفرة، أخصائي علاج جذور الأسنان، ماجستير في علاج جذور الأسنان، دبلوم في زراعة الأسنان، أمارس مهنتي منذ عام 2000، يعني 21 سنة ممارس لمهنة طب الأسنان. دعنا نتحدث عن البدايات قبل القدوم إلى الدولة، نتحدث عن التدرج الأكاديمي والتخصصات الأكاديمية اللي حضرتك تلقيتها في مجال طب الأسنان. الحقيقة بشكل عام كلياتنا على كيف ما بلشنا مع التطور الطبي والتقني بجميع اختصاصات طب الأسنان، صار واجب أو شيء مفرض على طبيب الأسنان أنه يتابع مستوى التعليمي لنحصل الاختصاص. صار مطلوب أكثر عدة تخصصات بمجال طب الأسنان، وهذا الشيء بيعود بالفائدة للطبيب وللمريض سواء، للشخصين سواء. فبعد التخرج بسنة 2000 توجهت نحو الاختصاص الأول اللي هو علاج جذور الأسنان، اللي تعتبر هي عصب عيادة طب الأسنان والشيء الأساسي لكل مريض ممكن يزور عيادة طب الأسنان بالبحث عن
التسوسات وخاصة النافذة اللبية، لأنه هي تعكس حقيقة الألم. معظمنا لما نزور عيادة طب الأسنان بيكون عندنا ألم، وهذا الألم هو مرتبط بالعصب. مع التقدم والتطور بلشت تتطور عمليات تعويض الأسنان، وبالتالي بلشت تتطور أكثر عمليات زراعة الأسنان. فتوجهت لمتابعة التطور الطبي في مجال زراعة الأسنان، والحمد لله حصلت على شهادة دبلوم في زراعة الأسنان. زراعة الأسنان وأيضا علاج جذور الأسنان، هذين الاختصاصين المكملين نوعا ما لبعضهم البعض، وعدد من التجارب المهنية اللي حضرتك قمت فيها تكللت بالقدوم إلى دولة الإمارات، ولكن هنا إطار القدوم كان مختلفا عن أي مستثمر ثاني. نتحدث عن بداية القدوم إلى الدولة، وكيف وجدت دولة الإمارات في أول لقاء لك هنا؟ الحقيقة قصة قدومي للإمارات هي قصة طريفة كتير، أنا بحكيها دائما وعلى العلن ولكل الناس اللي حوالي. عندي صديق موجود بدولة الإمارات من أكثر من 25 سنة، بشكل دائم وبيصر علي تفضل زور الإمارات، تعال تعرف على دولة الإمارات. بسبب ضغط الشغل ببلدي الأم كنت أرفض أطلع، لحديت ما مرة من المرات عزمني على قضي إجازة سوا بدولة الإمارات. تفاجأت صراحة وصعقت، التطور الكبير الموجود بالدولة، الأمان الكبير الموجود بالدولة، متابعة بكل مجالات الحياة حسيت بلذة العيش، حسيت بلذة الأمن والأمان الموجود. الله يديمها يا رب ويديم الإمارات علينا جميعا. كانت هي نقطة البداية، بلشت منها فكر جديا بالانتقال للعيش بدولة الإمارات، وبلشت الخطوات البسيطة واحدة تلو الأخرى لحديت ما انتقلت بشكل نهائي واستقريت وقعدت وبلشت وأنا وعائلتي كلها موجودين هون بمدارس الأولاد وشغلنا موجود والحمد لله. دكتور، نتحدث عن الخطوات الأولى العملية لبعث المركز الطبي. هنا الفكرة واضحة، التجسيد، جعل هذا المشروع قائم الذات، ما هي المراحل؟ الحقيقة المراحل جدا سهلة جدا بسيطة، الهيئات والدوائر الحكومية بالدولة مسهلة المواضيع الاستثمارية بشكل كتير بسيط، بشكل كتير سلس، معدومة تماما البيروقراطية التعاملية. اليوم مواكبة للتطور والتقدم كل المعلومات موجودة أونلاين، كل الإجراءات الواجب ناخدها أو نبلش فيها كمان موجودة أونلاين. سهولة البدء، الدعم اللامتناهي لكل الأفرع الاستثمارية موجود وبكل سهولة، بداية من عمليات الإنشاء، من العوامل خلينا نقول الضوابط الطبية، المعايير المطلوبة. طبعا هذا بشكل أساسي ما في تنازل عن المعايير العالية جدا، يعني إذا بدنا نقارن دولة الإمارات بالدول المتقدمة جدا ما في أبدا 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 أي خلاف، بالعكس بالعكس أكثر. سهولة الاستثمار، سهولة إتمام العمل، ليرى النور، سلسة جدا، متعاونة جدا، وبكل بساطة ما لم توجد بدول أخرى أبدا. كل هذه التسهيلات طبعا مساعدة لبعث المشاريع، ولكن هنا نقطة أن الإمارات فيها عدد كبير من المستثمرين ومن كل دول العالم، نحن نتحدث عن العالم متواجد في الإمارات، لا الإمارات جزء من العالم، بالعكس هنا كمية الجنسيات والمستثمرين والمشاريع المتواجدة كثيرة وكبيرة جدا طبعا نظرا لكل العوامل المسهلة لذلك، ولكن نقطة المنافستية المتواجدة في أي قطاع بما فيها القطاع الطبي والاستثمار في القطاع الطبي، هنا يحتم على كل مستثمر أن يكون في درجة معينة في هذا السباق التنافسي من خلال الأطباء
والطاقم الطبي الذي يتم اختياره للمركز من خلال التجهيزات المتقدمة. كيف دكتور عبد الحميد هنا عددتم العدة لكل هذا التنافس ولتكونوا في هذا السباق؟ الحقيقة هذا سؤال كتير كتير مهم بأي مشروع استثماري. لما منبلش من بدايات المشروع الاستثماري بخطوات ثابتة، خطوات صحيحة، من انتقاء الكادر الطبي التخصصي، من انتقاء الأجهزة ذات معايير عالية جدا، ومن ثم الخبرة بالتعامل والخبرة العملية الموجودة والمكتسبة، كلها تؤدي إلى ارتقاء العمل والمحافظة عليه والبقاء في مستوى عالي جدا من التنافسية. مركز بوليفارد بإمارة أبوظبي، هذا المركز الصرح الطبي الخاص بطب الأسنان، نتعرف عن الأقسام والتخصصات الخاصة بهذا المركز من عند حضرتك دكتور. نحن عمليا نستقبل علاج الأسنان لكافة الأعمار ابتداء من 4 سنوات ولا أكثر من 100 سنة. لدينا قسم الأشعة، الأشعة بمختلف أطيافة، الأشعة البانورامية والأشعة المقطعية وثلاثية الأبعاد. عندنا قسم خاص لعلاج الأطفال بكل مستلزماته بما فيهم التخدير بواسطة الغاز. موجود قسم علاج جذور الأسنان. لدينا قسم التعويضات السنية بفرعيها التعويضات الثابتة اللي هي التيجان والجثور أو الأسنان المتحركة. لدينا قسم التقويم، والحمد لله من الأقسام القوية جدا بكل أنواع التقويم، التقويم الثابت، التقويم الشفاف، الغير مرئي. لدينا قسم زراعة الأسنان والتعويض عليها. فبالمقابل بمختصر مغطين كل أنواع اختصاصات وعلاجات طب الأسنان. هنا أكيد الفكر الطبي للدكتور عبد الحميد يسيطر من ناحية اختيار الأقسام والأطباء والتقنيات المعتمدة، ولكن أيضا الفكر الاستثماري لدكتور عبد الحميد من الناحية الاستثمارية في استراتيجية عمل واضحة لأي مشروع استثماري مهما كان تخصصه من البداية. والآن مثلا نتحدث عن المخططات المستقبلية لهذا المشروع، أين ترى هذا المركز بعد سنوات متقدمة؟ بفضل من الله بدأنا بمركز خلنا نقول متوسط. اليوم المركز عم يتوسع، اليوم المركز عم يكبر، اليوم صرنا نحن بثلاث أضعاف بداياتنا اللي بلشت من قبل 5 سنين. نطمح ونأمل ونسعى للمحافظة على هذا المستوى، ونتطلع بإذن الله للتوسع بمراكز أخرى بأماكن أخرى ضمن العاصمة الحبيبة أبوظبي أو مختلف بقية الإمارات العربية. أكيد نتمنى لحضرتك كل النجاح والتوفيق. السنة الماضية لم تكن سنة سهلة على العالم أجمع، والقطاع الطبي أيضا من القطاعات التي نوعا ما كانت مؤثرة في هذا الوضع. كيف مرت جائحة كورونا على المركز؟ كيف حاليا تسعون إلى العودة إلى عجلة العمل وفقاً لإجراءات احترازية معينة؟ بداية كانت صعبة جداً علينا كلنا ككادر طبي. التزمنا بالإجراءات المفروضة والمتبعة من قبل هيئة الصحة ووزارة الصحة. تابعنا الفحوصات الدورية لجميع موظفينا بشكل أسبوعي. ولما بلش ينطرح اللقاح بالدولة كنا من أوائل الناس اللي طعمنا كل المركز، ففضل من الله نحن كلنا مطعمين. ومع ذلك فحوصات أسبوعية لكافة الموظفين الموجودين بالمركز اللي هم سواء على علاقة مباشرة بالمرضى أو الموجودين بالأقسام الخلفية اللي ما عندهم تواصل أبدا مع المرضى.
أكيد طبعاً نتمنى هذا مرور هذه الجائحة على خير والعودة للحياة الطبيعية. دكتور حضرتك من باب الصدفة قدمت إلى الدولة ثم أصبحت من مستثمري الدولة في هذا القطاع، فمن خلال تجربة حضرتك الشخصية ما هي الرسالة التي تبعث وما هي الرسالة التحفيزية والتشجيعية لأي شاب أو فتاة يفكر في العمل الحر والاستثمار والخروج من عباءة الوظيفة؟ ما هي طبعا القواعد الأساسية للنجاح وفقا لحضرتك واللي ممكن تمد لهؤلاء الأشخاص؟ حقيقة أنا موجه رسالة لكل شاب أو صبية يتطلع إلى الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه بدون أدنى تفكير يتفضل، الأبواب مفتوحة، البيئة الخصبة المناسبة موجودة، التسهيلات رائعة، بيئة حقيقية خصبة للاستثمار بكل المجالات. طبعا نتمنى لحضرتك كل النجاح وتوفيق ومزيد أيضا من التوسع والاستثمارات القادمة، نتمنى طبعا داخل الدولة. تحدثنا عن دولة الإمارات ولا يمل عن الحديث عن هذه الدولة التي استقطبت جميع الأشخاص والكفاءات والمستثمرين. الآن رسالة من حضرتك دكتور إلى قادة وشيوخ والشعب الإماراتي. بداية بحب أقول رحم الله الشيخ زايد الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية أبانا زايد، وبتوجه بالشكر الجزيل لكل قادة وشيوخ الإمارات على متابعة المسيرة وتوفير الأمن وتوفير الأمان وتوفير كل الأرض الخصبة لكافة مجالات العمل، سواء كنا مواطنين أو وافدين أو زوار ومن أي جنسية كانت. شكرا للدكتور عبد الحميد، سعدنا جدا بلقائك معنا اليوم في الآلة الاتحاد. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. إذن مشاهدينا كانت هي قصة نجاحنا لليوم من لآلة الاتحاد مع ضيفي الدكتور عبد الحميد الصفرة. ملتقانا الأسبوع القادم في لآلة الاتحاد مع قصة نجاح جديدة. دمتم في أمان الله.